دلوقتي بقى هنبدأ نقول شوية important facts to remember about the mean والميديان والمون. يعني في نوتس مهمة جدا لازم افتكرها وانا شغال. In a normal unimodal symmetrical distribution. يعني ايه الكلام ده؟ خليني بس انا نرسم رسمة بيانية ونفهم الموضوع. فاكرين يا جماعة احنا قلنا النورمال ديستريبيوشن بيبقى غالبا بيبقى تحت الكيرف، المعلومات تبقى تحت الكيرف او الديتا بتبقى تحت الكيرف. سيمتريكال يعني ايه؟ يعني متماثل، يعني شكل الشكل ده متماثل، الضلع ده زي الضلع ده ولها بيك كده او راس او قمه، فتحس كده ان الشكل متناسق سيمتريكال. يوني مودل يعني في مود واحد، او لو في قمه يبقى قمه واحده، لو ما فيش قمه يبقى ما فيش مشكله، انما مش باي مودل. يبقى النورمال يوني مودل سيمتريكال ديستريبيوشن او اللي احنا بنسميه احنا النورمال ديستريبيوشن الشكل ده، وده الضلع ده اللي هو الفريكوانسي. الفريكوانسي اللي هو الديتا بتتكرر كام مره، فانا بحسبها. واحنا قلنا هنا انا هيبقى فيه بار تشارتس موجوده هي اللي بترسم الحاجه وبعد كده برسم عليها الكيرف. فالفريكوانسي هي اللي بتقول لي ارتفاع الكيرف فين، فريكوانسي اللي هو التكرار. طيب في الحاله لما يكون النورمال يونيمودال ديستريبيوشن او سيمتريكال ديستريبيوشن، المين والميديان والمود بيبقوا زي بعض، بيبقوا في خط واحد. الخط اللي احنا شايفينه ده بيقسم الديتا الى نصين او كيرف الى نصين، وفي الغالب هو المين، وكمان شكله هو الميديان لانه في النص. ولو في مود هنا بيتكرر اكتر مره غالبا هيبقى في الحته دي، يعني مش شرط، لكن المين والميديان اساسي راكبين على النص في النورمال ديستريبيوشن بتاع الديتا. في معلومه تانية اللي هو اي حاجه على يمين المين تبقى بوزيتيف دايركشن او على اليمين، واللي راح ناحيه الشمال نيجاتيف دايركشن، حتى لو هو رقم مش نيجاتيف بس ده نيجاتيف دايركشن وده بوزيتيف دايركشن. والمعلومه المهمه ان المين والميديان والمود في حاله النورمال سيمتريكال ديستريبيوشن بيبقوا على خط واحد. طيب ما تيجي نشوف الكلام ده تطبيق كده بسرعه. احنا فاكرين الرسمه دي كانت بتاعه الافريج لينث اوف ستاي فور ادميتد كيسز، الديتا دي بتاعه المستشفى دي اللي هو عدد الحالات الخروج بتاعها قد ايه او مده اقامتها في المستشفى قد ايه. الديتا دي سيمتريكال 2 4 6 8 10، احنا حسبنا المين بتاعها، المين بتاعها كان 6 مظبوط. ده المين اللي هو المجموع جمعناهم لهم 30 على عددهم 5 ب 6 تمام، بس ما حسبناش الميديان بتاعهم. ما تيجي نحسب الميديان بتاعهم كام؟ فاكرين الميديان القانون بتاعهم بيقول ايه؟ الميديان بيساوي ايه؟ ان زائد 1 على 2. القانون اهو عشان نفتكر مع بعض، ان زائد 1 على 2، ان اللي هو العدد اللي موجود عندي، فدول كام؟ 5. 5 زائد 1 ب 6 على 2 ب 3. طب الارقام مترتبه؟ اه مترتبه. يبقى الثيرد فاليو اللي هو 1 2 3 6، يبقى انا الميديان بتاعي كام؟ 6 برضه زي ما قلنا، بيبقى راكبين فوق بعض، يبقى نفس الرقم. في الغالب المود كمان بيبقى في نفس الاتجاه، يبقى ده اسمه سيمتريكال ديستريبيوشن. طب ما تيجي نعوج الديتا بقى شويه، نجيب بقى حاجه ايه؟ فاكرين نجيب حاجه ايه؟ استرونوميكال او اوتلايرز، يعني رقم بعيد قوي عن الديتا بس بيسحب معايا المين بياخده ناحيته، والمين بيبعد عن الديتا او وسط الديتا اللي موجوده. فبنسمي الشيب ده بنسميه اسيمتريكال اور سكويد ديستريبيوشن اور كيرف، يعني ممكن اقول سكويد ديستريبيوشن او سكويد كيرف. ده شكله اسيمتريك، تحس كده انه مسحوب، الحته دي مسحوبه شويه. حتى لو عملت في النص، خلينا نعمل المود كده، المود غالبا بيبقى في النص، فخلينا نحط المود. المود بيبقى على القمه دائما، لو في مود هيبقى على القمه. دلوقتي دي مش زي دي، يبقى السيمتريكال يعني ايه؟ يعني زي بعض. السيمتريكال للايه؟ يعني نوت. السيمتريكال يعني دي مش قد دي، خلاص؟ طبعا اللي ما بيقسمش هو المود، اللي بيقسم هو المين. خلينا نشوف المين فين؟ هو ايه اللي حصل اصلا؟ انتوا فاكرين الاوتلايرز الحاله اللي قعدت 100 يوم سحبت المين بتاعها ناحية التيل ده. The mean fall somewhere toward the tail of the distribution. فالمين جه هنا، والميديان هيقع في النص في الغالب. نشوف كده، الميديان هيقع في النص. خلينا نطبق الموضوع ده عملي برضو على نفس السلايد اللي احنا عارفين.
المستشفى دي كانت سيمتريكال، انما دي اللي كان فيها الاوتلاير 2 4 6 8 وعيان قعد له 100 يوم 3 شهور. نركز على الداتا دي بقى، احنا طلعنا المين كام؟ 24 مش كده؟ 2 و4 6 و6 12 و8 20 و100 120 على عددهم 5 ب 24. فالمين بقى 24 اترنى بعيد شويه، الاولاني كان 6 كان في النص هنا في الحته دي. فالمين لما اتسحب بالاوتلاير ده او الاسترونوميكال فاليو ده فراح ناحيه اليمين شويه، راح ناحيه البوزيتيف دايركشن. في مود؟ مفيش مود، احنا مش محددين مود، خلاص مفيش مود. طيب والمين كام؟ قلنا 24. طب ما تيجي نحسب الميديان، يلا نحسب تاني. الميديان بيساوي ايه؟ الميديان بيساوي ان زائد 1 على 2، الان ب 5، 1 6 على 2 فيها 3، مظبوط؟ يبقى انا مرتب الداتا بتاعتي اهي، الميديان اول فاليو لا، تاني فاليو لا، تالت فاليو. الميديان بتاعي 6 زي ما هو، فضل 6 هنا. المود ممكن يكون موجود او مش موجود، المين 24 والميديان 6. انا دلوقتي حددت ان الاسيمتريكال اور سكويد ديستريبيوشن او كيرف المين بتاعها متاثر باوتلاير او استرونوميكال فاليو، وان مش هقدر اقيس الداتا دي لان ال24 هي ما خرجتش بره نطاق الداتا، لكن خرجت بره نطاق الزحمه. المفروض تبقى في وسط الداتا هنا في الثلاثه في الخمسه في السبعه هنا في الدنيا كده، لكن ما بين ال 8 وال 100 في 50,000 رقم كتير قوي، لكن في ارقام كتيره موجوده. المين لما اتسحب الناحيه دي ما بقاش في وسط الداتا، وبالتالي ما بقاش يعبر عن ان ده سنترال، بقى الميديان افضل انه يعبر عنه انه سنترال. وبنسمي ال 24 ده اللي هو الاوتلاير او الاسترونوميكال فاليو، ده اللي اسمه السكويد ديستريبيوشن. طيب خلينا ناخد الناحيه الثانيه برضو بسرعه كده. الناحيه الثانيه اسيمتريكال بس رايح ناحيه الشمال، بدل ما هو يعني مثلا الطالب اللي هو الناس جايبه كلها درجات ما بين السبعين والتسعين والدرجه النهائيه من 100، واثنين جايبين 10 ولا 15 فسحبوا المين لتحت على ناحيه الايه اليسار. هنا برضو في نفس الحاله it is better to utilize the median than the mean to indicate the middle of the value. في معلومه كمان مهمه قوي نعرفها عن المين، ان انا لما اخد repeated sample من حاجه واحده اخد منها اكتر من سامبل بوبوليشن، باخد منه اكتر من سامبل، يبقى انا احب اشتغل بالمين قوي قوي قوي. وافتكر ان المود least consistent value ملوش قيمه قوي، ما اقدرش اعتمد عليه في اني احدد السنتر بتاع الداتا. فاضل لنا كده الويتد مين. والله يعني الويتد مين ده حاجه رخمه قوي قوي، يعني انا مش عارف هم ليه في جانب براون كاتبين كده، يعني مثال سيء جدا يعني، مع انه هايف اصلا. لكن خلينا ندي امثله على الويتد مين علشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. هندي اكزامبل ونفهم بيه اللي مكتوب في جانت براون. الفي بي بي ذا هوسبيتال فاليو بيست بارتشيزنج بروجرام، ده المثال اللي معمول عليه عشان نفهم الويتد مين. يعني البروجرام ده يا جماعه باختصار شديد كده، ده بروجرام موجود في امريكا بيمنح مستشفيات حوافز على جودة الرعاية الصحية لتشجيع ونشر ثقافة الجودة في المؤسسة الطبية. في سكور بيتاخد، وعلى هذا السكور لو هم عاليين بيدرهم فلوس وبالتالي بيشجعهم على الجودة. بيتم دفع مبالغ مالية للمستشفيات المتحقة بالبرنامج على أساس جودة الرعاية وليس حجم العمل والإنتاجية. يعني الناس دي بتتعامل في الإيه؟ في الكواليتي. يعني مثلا هيبص على إيه؟ على كلينيكال بروسس، هيبص على أوتكم، إفيشنسي، هيبص على experience of care، patient satisfaction، الحاجات دي. في سكورين بيشتغلوا عليهم، في سكور بيشتغل على تحقيق الهدف، يعني انك انت عامل improvement project ووصلت له، وفي نقط تانية سكور بيدي واحد او اتنين بيدي على انك انت بدأت مشروع تحسين جديد. حجم الشغل اللي انت بتعمله بتاخد عليه سكور، وبتتنافس مع المستشفيات التانية علشان اللي ياخد اعلى سكور في السنة بياخد جوائز مالية محترمة جدا جدا جدا. ده المثال اللي مكتوب في كتاب جانيت براون، اقروه براحتكم هتلاقي الموضوع بقى أسهل بكتير. هوريكم بقى الرسمة اللي هي رسمها علشان نعمل الشغل بتاعها. الدومينز اللي هم البروجرام بتاع الهوسبيتال فاليو بيست بارتشيزنج بيعتمد في الدومينز على أربع حاجات، وده للمثال فقط: كلينيكال بروسيس والبيشنت اكسبيرينس كير والأوتكم والإفيشنسي ميجر. دول الأمثلة بس.
لو هو بيمونيتور الحاجات دي وبيدي سكورات عليها، السكور بتاع المستشفى مثلا 82 في الكلينيكال بروسس، والبيشنت اكسبيرينس اوف كير 58، والاوتكم 92، والافيشنسي والميجرمنت 67. دلوقتي هو مدي للكلينيكال بروسس اوف كير ده، مدي له في قدر الديجري اللي هو هيديها للتوتال، هو عنده 100 درجه مثلا او عنده 100%، بيدي 10% على كلينيكال بروسس، وبيدي 25% على البيشنت كير، وبيدي 40% من الدرجات على الاوتكم، و25% تانية على الافيشنسي والميجرمنت. لما نجمع دول نلاقيهم 100. هو عايز يعمل ايه؟ عايز يعرف المين مين او الويتد مين، التقل اللي انت شغال فيه شغال فين، المين الاتقل فين. اللي عملوه بسيط جدا، بيضرب السكور في الويت بتاعه في تقله. انت خدت سكور 82 والتقل بتاعك 10% فيه، اضربهم في بعض 820، 85 في 25 ضربها، 92 في 40، 67 في 25 طلعها خلاص. بعد لما خلص دول قام جامع الملتبلاي اللي هو السكور بلس الويت، جمعهم في بعض طلع الرقم ده 7625. كويس كده. بعدين قسم ال 7625 على ال 100 فبيطلع الويتد مين. ده المثال اللي هم حاطينه هناك. انا حطيت مثال تاني يعني سريع كده لكنه ممكن يكون اقرب شويه للسي بي اتش كيو. امتحان السي بي اتش كيو بتاعنا لغايه 2000 من 2015 ل 17 كان متقسم ازاي؟ الكواليتي ليدرشيب عليه 16%، انفورميشن مانجمنت الدرجات 20% من الامتحان، والبرفورمانس ميجرمنت والبروسيس كان عليه اكبر حاجه 41.6%، والبيشنت سيفتي عليها 22.4%. كم سؤال؟ 125 سؤال ب 100%، انما تقسيمتهم الواي بتاعهم كده، يعني وزن البرفورمانس ميجرمنت اتقل حاجه 41.6. طيب لو انت جبت مثلا سكور 19 في الكواليتي ليدر والستراكشر، و22 في الانفورميشن، و48 في شابتر 3، وشابتر 4 جبت فيه 25، ما تيجي نحسب العمليه دي ماشيه ازاي. وات از ذا ويتد مين؟ هنعمل نفس الجدول كده بتاع جانيت براون، الجدول الغريب اللي كانت عاملاه ده. الدومينز بتاعنا ايه؟ عندنا دومينز والسكور والويت. الدومينز بتاعنا الكواليتي ليدرشيب شابتر 1، شابتر 2، شابتر 3، شابتر 4. السكورات اللي احنا جبناها كان كم؟ 19، والويت بتاعها 16. الانفورميشن مانجمنت سكور اللي انا جبته 22، والويت بتاع الاسئله حجم الاسئله 20%. بيرفورمانس كان 48 والويت بتاعها 41.6، والبيشنت سيفتي 25 وكان الويت بتاعها 22.4. لو جمعت دول كلهم هتلاقيهم 100%. طب يلا نحسب كده. هم هو عمل ايه؟ هيضرب السكور في الويت، يلا 19 في 16 هم كم على بعض كلهم 304 440 1996.8 و560. هجمع دول، هجمع المجموعه دي كلها على بعض، هيطلع لي الرقم ده 3300.8، وبمنتهى البساطه هجيب الضرب اللي انا عملته اللي هو السكور في الويت تمام، واقسم السكور والويت ده على الويت نفسه اللي هو ال100 الحجم الحقيقي، واعرف انا جبت سكور كام، تقلي كام من ال100 دول اللي هو 33.008. طبعا انا ممكن استخدمها بطريقه اخرى. ممكن اعمل ايه؟ بدل ما اضرب 19 في 16 وبعدين اقسم على 100، ممكن احول ده الى علامه عشريه على طول، يعني اشيل علامه في ال100 دي واحطها هنا بنقطه وزيرو، بدل ما اخليها 16 اخليها 0.16، و20% انقلها بس مسافتين علامتين، يبقى 0.2 او 0.20. هنا هنقل دي هتبقى 0.416 اهي، ودي هنقلها برضو 2 هتبقى 0.224 اهي. النتيجه هتطلع على طول 33.008. ارجو ان يكون المثال واضح ويكون سهل. يعني اخر حاجه في الميجرمنت اوف سنترال تندنسي، الجدول ده، الجدول ده محطوط في جانيت براون صفحه 232، مهم جدا. احنا هنشوف في الجدول ده اللي احنا درسناه فقط لغير السنترال تندنسي. السنترال تندنسي يا جماعه مع النومينال المود بس بستخدمه، مع الاوردينال ممكن استخدم الميديان والمود، مع الانترفال والريشيو ممكن استخدم المين والميديان والمود في ايجاد السنترال تندنسي. وان شاء الله باذن الله هندخل بعد كده في الديسبيرشن والديستريبيوشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.